بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يلبس لباس العلماء ويتطيلس ويركب البولة وترفع الغاشية وإذا تكلم جلس على كرسي عال وكان في كلامه سرعة وجهر وربما خطف الهواء على رؤوس الأشهاد ثم يرجع الكرسي وكان وقته كله معمورا بالطاعات. قال خادم الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الفتاح الهروي خدمت الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. منتدى 40 سنة وكان يجلس باب يدوء الإشاء هذه المنتدى كلها وكان إذا أحدث جدد في وقته وضوءه وصلى ركعتين وكان إذا صلى الإشاء دخل خلوته فلا يمكن أحدا أن يدخلها معه ولا يفتحها ولا يخرج منها إلا عند طلوع الفجر. ولقد أتاه الخليفة مرارا بالليل يقصد الاجتماع به فلا يقدر على ذلك. وقال ابن أبي الفتح بت ليلة عنده فرأيته يصلي أول الليل يسيرا ثم يذكر الله تعالى إلى أيام الثلث الأول من الليل ثم يقول المعيد رب الشهيد الأزيب الفعال الخلاق العالق البارئ المصور تسعة ألفاظ ويرتف في الهواء إلى أن يغيب عن بصري ثم يصلي قائما على قدمي ذو القرآن إلى ثبث الثاني وكان يطيل سجوده جدا ثم يسم توجها مراقبا إلى طلوع الفجر ثم يغوث بالابتهال والدعاء والتذلل ويغشاه نور يقد يخطأ بالبصر إلى أن يغيب فيه عن النظر. قال وكنت اسمع عنده سلام عليكم سلام عليكم وهو يرد السلام إلى أن يخرج لصلاة الفجر. وكان رضي الله عنه يقول لا ينبغي لفقير أن يتصدى ويتصدى لرشاد الناس إلا أن أعطاه الله علم العلماء وسياسة الملوك وحكمة الحكماء. قال ورفع إليه مرة ششد أنه يرى الله تعالى بعين رأسه فقال له أكم يقولونك فقال نعم. قال فزجره وانتهره وعاده وأنا ألا يعود إلى ذكر ذلك. ثم لتبت الشيء للعادرين السائلين لو أمكن هذا مبذل فقال له أمكن في قول ملتبس عليه وذلك أنه شهد ببصيرتي نور الجمال. ثم أورك من بصيرة منفذ فرأى بصر بصرته وشاء ومتزل بنور شهود فظن أن بصره رأى ما شهدت بصيرته وإنما رأى نور بصيرته قط وهو لا يدري. فانطلب العلماء والصوفية من سماء ذلك الكلام ودوشوا قال وذكر أنه يرى له مرة من المرات نور عظيم أضاء بالأفق وبدلوا بذلك النور سورا فنادتني يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. أنا ربك تبذلك المرمز فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إكس يا لعين. قال فإذا بذلك نرد لم وسورة دخان ثم صرخ يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. نجوت مني بعلمك بحكم ربك وفيك في إحكام منازلك ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة 70 من أهل الطريق فقلت لرب الفضل والمنة فقيل الشيء بما عرفت أنه شيطان فقال من قولي بعد لك المحرمات فعلمت أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه.